اليوم هو هرب. كيفاش ماله هرب؟ هرب. واش هرب ولا شنو؟ كيفاش يلاه؟ صافي خاف خاف ويا ايوا خويا جا للدار قال لك لا دابا تمشي معايا الناس كيحكروني بالزنقه قالوا لي قرد قملوي تمشي معايا دابا دير الكومبا ما بغاش ها هو دا جا وجاب الناس ديالو وجايب كدا مرحبا ما خوتي انتما كتشوفوا اش هاد السيد هذا هضر مع الناس هضر مع الناس بغاو هضر مع قبل ما تقطعوا اللايف لي زار السبيتي راكم كتعرفوه تيقوا فيه سوا سوا كلا دير اشاره راسك اش اللي ما سميتنيش لي زار السبيتي انا باش نوضح لكم هاد المساله خلينا نهضر دير بحال ما سمعتوه سميتش كي زار لي بوب خلينا خليه هضر خليه هضر انا معاك معاك شويه وطلع ايوب وطلع انا معاك السلام عليكم خلي سير الحباب كي دايرين مرتاحين كلشي بخير خليه يكمل سير اش ماني زهر اش كت جينا باش نديرو الكومبو جيتي باش دير الكومبو ترد الاعتبار راسك الحمد لله متفقين متفق على اي حاجه طرات ليك شي حاجه تحتيج عادي اسمح لي نهضر معاك هو لا هو انا شوف شوف هشام هشام انا نقولها لك لايف نقولها لك لايف المانجر ديالو غادي يلعب معنا حنا عارفين النيفو ديال هشام وعارفين النيفو ديال نزار اما تبقى تقول لي هو اللي تحداه اش تقولش تدعو هذا الضعف من الاول ماشي هذا الضعف هو هو تحداه ولكن حنا راه عارفين اللي كاين باش تسد هذا الاعتبار وصافي هادشي اللي كاين سد الباب يلا اش يطلع بلاتي راه هو جا الدري صح راه نهضر اخويا هشام واخا واخا هضر اخي ايوب السلام عليكم سد راه انا بغيت سبارينغ خفيف اخي ايوب فهمتي شوف تو شي حبس صافي ماشي ديك اللعبه ديال اليو اف سي ما لاكوش يو اف سي ولا شوف الخوت شوف الخوت نزار هو كاين معنا اللي قال لك اودي اللي قالوا لك المغاربه كاملين بان هشام حقر عليه قال لك هشام تعدى عليه وحقر عليه واستا الضحيه ديالو واستا ها هو السي نزار كاين معاكم انتم كتشوفوا هو اللي طلب الكومبا هو اللي طلب السبارين ياك انت اللي طلب داك السي هو اللي فيقني من الناس ياك ايوا واش كاين انا نهضر معايا انا كنهضر معاك هضر معايا انت كتزرب عليا بالهضره كتلف ليا الهضره فهمتيني دابا جينا دابا جيت حنا جايين حنا حبي هادشي كامل ايوب هادشي كامل قالك باغي يضحي على انا دا حاسي شوف حنا ما عندناش شوف حنا ما عندناش مشكل صنت لي يا خويا هشام لا شوف ما عنديش كومبا انا واش نديرو كومبا ما عنديش كومبا انا شوف اخويا هشام دابا حنا جينا باش نحضروا الكومبا ديالك الكومبا ديالك انت ونزار وغادي نديرو داكشي اللي هو حبي ويدي وديك الساعه الجماهير ديالنا والناس اللي كيتسناو هاد الكومبا هادي ان شاء الله راه غادي دار وهاد الكومبا هادي راه ماشي هاد السيد هذا اللي مأسس عليها وماشي هاد السيد هذا اللي مكونفيرمي عليها واش فهمتي ها هو السي نزار هو اللي بغى هاد الكومبا هو اللي فاق في الصباح وصونا قال لك راه الناس في الزنقه كيحتقروا وكينقصوا منه قال لك والو بغى الكومبا ضرب ماشي واحد في الزنقه شوف اللهم يضرب معايا احسن ما يضرب مع الناس سير انا معك انا معك قلت لكم الخوت دابا ان شاء الله احنا غادي نديرو كومبا ان شاء الله والمغرب كامل غادي يشوفها وغادي نديرو لكم فيديو اللي هو قال الفيديو في يوتيوب ما نديروش لايف غتكون غيكون الفيديو في يوتيوب ان شاء الله ومرحبا مرحبا بالسي نزار ومرحبا خويا هشام واش واحد دابا بيني وبينكم الخوت واحد جاي يدير كومبا ما جايبش ليغات وما جايب والو انا نعطيه ليغات من عندي يلا انا ما قلتلكش ما هضرتش معاك انا تلقيتك باب الدار فين هضرت معاك اخويا انايا البارح انا هضرت معاك البارح ودي ما هضرتش معايا لا ما هضرتش معايا يلا وها انت بغيت تسقني هضرت معاك هذا هضرت معاكم انا اخاي لا لا ما هضرتش معنا هشام ولكن انا هضرت معاك مش واحد يدير الكومبا ما يجيبش اللي قد ديالو هضر معاكم الكشاح والمانجر فينا هما اللي قد ديال الكومباتور ديال واه لا لا يلا عطيه انا اللي قد نجيبهم له حنا جايب انت دابا عاوتاني واش يدير الكومبا حنا نعطيوه اللي قد هادشي دابا كامل علاش الخوت حيت السيد هذا قال لك خويا عافاك انا حسيت بنقص وكنت تحقر في الزنقه كينقصوا مني عافاك دير لي خاطري انا قبلت التحدي ديالو باش هاد السيد يرد الاعتبار ديالو ولو ربحني من الاول او نربحو انا وكاين واحد النسبه كبيره انني غنربحو سمعتها هو نسبه كبيره بانه غادي يربح المهم الخوت دابا كاين شي واحد تيقول لك جاري مقيدو راه واعد داكشي اللي كيدير واش واعد داكشي على ما يجيش انا عندي بنادم يقول لي عزتي انت اللي مقيدو انا راه كنتريني معاه مره في لاصال ما يجيش يقول لي مقيدو ولا نطلي لا واش انا اللي مقيدو انا من اللي كنهضر معاك انا كنهضر معاك قلت لي انا ما صاحبي عين عين اجي غير قرب نهضر معاه الصباح لا الصباح فاش يجي يجيب وحدك انت والمانجر ديالك باش نقول لكم كل قواك العقليه سميتك هشام خليه يربح وهذاك الشيء اللي كاين يو اللي كيكون حقر ما تجيش راسك
انت اللي سولتي على سميتك. انا سميتك وكنيتك. شوف واش راك واعي ولا ما واعيش. اما الانسان كيما انت يا اخي هشام، هاد هاد هنا البلاصه هادي تجمعات بزاف وتقدروا ديروا شي حاجه ماشي تال لي كانت سمعت واحد الهضره ماشي تال لي. اللهم اخويا يلاه هو هرب. كيفاش مالو هرب؟ هرب واش هرب ولا شنو؟ كيفاش يلاه؟ صافي خاف خاف ويلاه دابا جينا من تا غازل جينا مرحبا بكم مرحبا. اه واه واه وطوال هرب هرب. احنا واقفين كنتسنى هاد الكومباجي والدراري اللي غادي يحكموا تسنينا وما يجيو داروا الكيك بوكس. صاحبي جاي من هشام هرب قال لي قلت قال لي الخضري ديالو راه انت ما كتشوفها هو ده عاوتاني هرب ولا ما نعرف. اه هو واخا شنو طوم سد ديك الباب اخويا خويا سد مليك خايف له ضربه الله يضربه خاف لا يضربني. دابا الله الخوت شوفوا على عينيكم هشام خليه يمشي بحال اخويا راه ماشي انا راجل باب الدار فيقني من الناس صافي لقيتهم هبط لقيتهم شي سابين قال لك والو دابا الكومبات سيد راه غادي يوقع له شي واش بزاف جا بنادم بزاف لهنا ماشي بزاف حنا الكومبا خص ست الدراري اللي زايدين دابا انتم كتشوفوا هو دابا مشى واش مشى ما مشاش باقي حيت راه ما الخوت الا كانت الكومبا تلقاوها في يوتيوب ما كانش خويا سد ديك الباب الله يسهل عليك الله يحفظك خويا المهم الا كانت الكومبا غتلقاوها في يوتيوب ما كانش الكومبا انتما كتشوف والله اخوتي ما كاينش تمثيل اقسم بالله لا هو جاي عندي والله ما تنهضر معاه ولا كنشوفه ولا كنعرفو شي كيدق عليا فين كنعرفو انا ما كنهضرش حتى معاه شنو مسالي ليه هذا شنو دابا هرب ولا مالو دابا هرب قال لي خضري ديالي يلاه نطلع لك الطوموبيل والله هرب وتعيش قال لك خايف لا يضرب هو خايف يضربني ودابا خد دابا شادي دير معاه هذا يلاه شنو دابا غادي دير معاه هيد بنادم بلاك هيد عليا ابو زبال ومن الخوت انتما تشوفوا كلشي بعينيكم وانتما مشهودات السيده دارت عليا في راسي ساعه ساعه غادي يجي عندي غادي يجي عندي حنا نشوفوا شنو كاين المهم خوت ان شاء الله في راسي